السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. نتكلم اليوم على برنامج تسميد الفلفل، طبعا لتسميد الفلفل بشكل فعال ونحقق نمو وإنتاجية جيدة لازم نتبع برنامج تسميد. البرنامج يكون يشمل العناصر الغذائية الأساسية اللي يحتاجها نبات الفلفل. اليوم نتكلم على برنامج تسميد الفلفل المقترح. هذا البرنامج إن شاء الله راح يساعدكم وراح نتقسم التسميد إلى مراحل. نبدأ بالتسميد المرحلة الأولى، نقوم بتطبيق تسميد عضوي أو تربة، أو نستخدم تربة خصبة قبل زراعة الفلفل. ممكن أنه نستخدم مخلفات النبات المتحللة أو نستخدم سماد الزبدة المحسنة أو سماد الدجاج المسمد بشكل عضوي. هنا نستخدم سماد الدجاج، نقوم بمزج التسميد في التربة قبل لا زرعون الشتلات أو قبل لا زرعون البذور. نقطة رقم ثانية هي استخدام سماد المتوازن NPK. قوم بتوفير تسميد متوازن NPK لنبات الفلفل أثناء النمو وأثناء مرحلة الازدهار. ممكن تستخدمون سماد متوازن عند نسبة NPK مثلا بنسبة 10-10-10 أو 14-14-14. قوم بتطبيق السماد حول النبات بمعدل 2-3 ملاعق كبيرة لكل نبات، وقوموا بتوزيعه بالتساوي. مرحلة رقم 3 هي التسميد بالأسمدة النيتروجينية. راح تقوم بتطبيق الأسمدة اللي تكون غنية بالنيتروجين في فترة النمو الأولى للفلفل، وهذا الغرض حتى تشجعون نمو الأوراق والسيقان قوية. ممكن أنه تستخدمون سماد نيترات الأمونيوم أو نيترات البوتاسيوم بمعدلات مناسبة وفقا لتوصيات الشركة المصنعة. وأيضا ممكن تستخدمون التسميد بالأسمدة الفسفورية. قوم بتطبيق أسمدة غنية بالفوسفور خلال فترة تكوين الثمار وتطورها. أول ما تتكون الثمار وحابين أنه تتطور استخدموا الأسمدة الغنية بالفوسفور. ممكن أنه تستخدمون سماد الفوسفات الثلاثي أو سماد الفوسفات الأحادي بمعدلات مناسبة وفقا لتوصيات الشركة المنتجة. مرحلة رقم 5 هي التسميد بالأسمدة البوتاسيوم. قم بتطبيق أسمدة غنية بالبوتاسيوم خلال فترة تكوين ونضج الثمار. ممكن أنه تستخدمون سماد البوتاسيوم بمعدلات مناسبة وفقا لتوصيات الشركة المصنعة. أما عن التسميد المتكرر، فتطبقون التسميد السائل أو تطبقون التسميد الباودر مثلا، إما سائل أو إما باودر. المهم أنه تطبقوه بانتظام بناء على احتياجات النبات الفلفل وحالة التربة. ممكن أيضا تستخدمون الأسمدة العضوية السائلة مثل سماد السمك أو سماد الحليب أو تحلية المياه الرمادية، وتتأكدون من اتباع التعليمات الموجودة على عبوة السماد حتى تضبط التركيز وتتكرر التطبيق. ويجب أنه تختلف أيضا متطلبات التسميد على نوع التربة وظروف المحيطة بها ومتطلبات نبات الفلفل الفردية. لذلك ننصح بإجراء تحليل تربة إذا حبيتوا أنه زرعون الفلفل وتقومون ببرنامج تسميد الفلفل لغرض تجاري مثلا، وبعدين تسوون إجراء تحليل تربة، تستشارون خبير زراعي حتى تحصلون عن توجيهات دقيقة لتسميد نبات الفلفل حسب المنطقة اللي انتم عايشين بها. وصلنا إلى الفيديو، أشكركم على المتابعة للأخير، وإذا عجبكم محتوى القناة اشتركوا وفعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.